السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في المحاضرة 11 من دورة الوداد في تعلم النحو العربي. سنبدأ إن شاء الله مع الفعل المضارع. ما معنى الفعل المضارع؟ كلمة ضارع في اللغة بمعنى شابه، جيد؟ ضارع بمعنى شابه، فتقول ضارعت محمدا في الاجتهاد، ضارعت محمدا في الاجتهاد يعني شابهته في اجتهاده، فمعنى ضارع بمعنى شابه. إذا نقول الفعل المضارع بمعنى الفعل المشابه، الفعل المشابه. ونحن قلنا أن المسميات ينبغي أن تدل على معنى في هذا المسمى، فأين المشابهة في الفعل المضارع؟ أين المشابهة في الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يضارع، سمي مضارعا لأنه يضارع الاسم، جيد، ويضارع اسم الفاعل على الأخص، يعني يضارع الاسم بشكل عام ثم يضارع اسم الفاعل، ثم يضارع اسم الفاعل. طيب يضارع الاسم في ماذا؟ في الإعراب، جيد. فنحن نعرف أن الاسم معرب، يعني الغالب في الاسم أنه معرب، جيد، وكذلك الفعل المضارع معرب، إذن هو يشبه الاسم في الإعراب. طيب يضارع اسم الفاعل في ماذا؟ في الحركات و العمل، في الحركات والعمل. كيف؟ في الحركات والعمل. خلاص عرفنا هذا، الأولى يضارع الاسم في الإعراب لأنه الفعل المضارع معرب، يعني القاعدة الأصلية فيه أنه معرب، وكذلك الاسم الأغلب والأعم في الاسم أنه معرب. طيب يضارع اسم الفاعل في الحركات، هذا أول شيء، وفي العمل. طيب كيف؟ عندما نقول أنا مثلا أجلس، أنا أجلس. طيب لو كتبنا اسم الفاعل من الفعل أجلس، جيد، اسم الفاعل من الفعل أجلس، فنقول أنا جالس، أنا جالس. لننظر، فتحة فتحة، سكون سكون، كسرة كسرة، وطبعا الحركة الأخيرة تختلف، جيد. فهنا المضارعة في الحركات، يعني ممكن يكون بعض الأفعال تختلف في حركة واحدة، مثلا عندما نقول يستيقظ، يستيقظ ومستيقظ، جيد. فلو نظرنا للحركات هنا نقول يستيقظ وهنا مستيقظ، غالبا الحركات كما هي فقط تختلف في الحرف، في الحرف الأول، جيد. فهذا المشابهة في مشابهة اسم الفاعل في الحركات. طيب مشابهة اسم الفاعل في العمل كيف؟ عندما أقول مثلا أنا أشرب الحليب، فالحليب هنا مفعول به للفعل أشرب، جيد. طيب لو أننا قلنا أنا شارب، شارب بالتنوين، نقول الحليب باء، والحليب ايضا مفعول به الاسم الفاعل. اذا الفعل المضارع يشابه الاسم في الاعراب لانه الاسم معرب، وكذلك الفعل المضارع معرب. الاسم نعم فيه مبنيات لكن هو معرب، يعني الاغلب في الاسم انه يعرب، لكن نعم هناك مبنيات درسناها. كذلك يضارع اسم الفاعل في الحركات وفي العمل، ولذلك سمي مضارعا.
أما الدلالة على الزمن فهذا شيء آخر، يعني الدلالة على الزمن ليس مرتبطاً بكلمة مضارع. المضارع من حيث الزمن، المضارع من حيث الزمن ممكن يدل على ماض ومضارع ومستقبل. جيد، ماض ومضارع ومستقبل. فماض عندما نقول مثلا لم يجلس فهذا دل على الماضي، فالفعل معنى الفعل هنا انه في الماضي. طيب وهنا مضارع نقول يجلس ومستقبل نقول سيجلس، فهذا الفعل المضارع من حيث الزمن قد يدل على الماضي. الماضي اذا ضفنا به فيه حرف مثل لام او ما جلس لم يجلس يدل على الماضي، على الماضي. مضارع اذا جاء بنفسه هكذا بدون سياق اخر يعني ياخذه لمعنى اخر، اذا اضيفت له السين مثلا سنقول سيجلس فهذا يدل على المستقبل. هذا معنى الفعل المضارع، معنى كلمه مضارع وازمنه المضارع.